السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنخدم معكم هاد الراندا هادي ديال الجوزة مغلفة بالألوان. أنا سبق لي ودرتها معكم مغلفة لون في اللون، تنخدمو كنغلفو في نفس الوقت، ولكن الأخوات بغاو هاكا نخدموها وعاد نغلفوها بالألوان اللي بغينا. غادي نبدأ معكم إن شاء الله من الأول. بالنسبة للحرير غنخدم بالحرير مبروم على 3 الشعرات لبرا، راه غنخدم البرا نمره 5 أو 6. بالنسبة لهاد المعلومات أخواتي راه دائما كنخليهم لكم في صندوق الوصف، البرا والحرير علاش مبروم، وحتى العرض ديال راندا شحال فيها. أنا سبقت الملاقية كيف ما العادة، هاد الملاقية غير ديال ضربة وحدة، راني حاطاها لكم في القناة. نيت التوب غادي نبداو. بالنسبة لهنا أخواتي بحال دابا أنا هنا تعودت أنني نفتح الكوزة منين نكون طالعة، إلا بغيتو حتى نتوما تفتحو الكوزة منين تكونوا طالعين وعندكم هنا غير ضربة وحدة، غتشدو من هاد الجهة. إلا كانوا جوج ضربات هنا غتشدو من هنا من الفوق. هادي إلا بغيتو تفتحو الكوزة ملي تكونوا طالعين. بحال دابا أنا ولفت صافي، خاصني ملي نكون طالعة نفتح الكوزة. غادي نبدا من هنا، ملي كاينة غير ضربة غنبدا من هنا. نهز هاد العوينة ديال الحرير، ونخدم هاد الضربة اللي كاينة الوسط صافي، وندوز لهاد الجهة. ملي نبدا نازلة أخواتي غندير الزيادة. دابا غيوليو عندي جوج ضربات صافي، ونشد في التوب. بالنسبة لهنا أخواتي فراه هنا فين كتحدو القياس اللي كيبقى في الجنب ديال الكوزه. انا هنا بغي نخلي جوج ضربات في الجنب، بغي نزيد نخدم. بغيتو تخليو غير ضربه ففتحوا في هذا السطر، خليو وحده هنا وحلوا هاد العوينه وخدموا هاد العوينه، ولكن انا بغي نخلي جوج. غنزيد نخدم غير باش ملي كتخدم هاد لفي ملي كتطلع راندا كتطلع مزيانه. نشد في التوب، ندير الزياده، ننزل مع هاد العوينات. الا بغيتو تخليو جوج عوينات في الجنب ديال الكوزه فراه غتفتحوا في السطر اللي غيوليو عندكم فيه 5 العوينات. نشد هنا في التوب، غندير الزياده، ها واحد ها جوج ها 3 4 5، يعني هذا هو السطر اللي غنفتح فيه. نخدم هاد جوج عوينات، نخلي هاد العوينه للوسط ونخدم هنا، واحد جوج. نشد هنا في التوب، ندير الزيادة وننزل مع السطر، نوصل لهاد العوينة ونعمر بجوج ضربات، واحد جوج. نكمل هنا عادي، نشد هنا في التوب، ندير الزيادة. المهم بالزيادة كنخلي هنا في الجنب جوج ضربات، ونجي لهنا الوسط، نهز هاد العوينه للوسط. ملي رجعنا في هاد العوينه ضربنا جوج ضربات، ما بين هاد جوج ضربات كتكون لينا واحد العوينه اللي هي هادي غنخدم فيها صافي. نخلي عاوتاني هاد العوينه ونخدم هاد جوج ضربات اللي هنا، واحد جوج صافي. نشد في التوب، ندير الزياده ونرجع مع السطر عادي. في كل خيط كنوصلوا ليه كنضربو جوج ضربات. نخدم هنا عادي، نشد هنا في التوب. بالنسبة لهاد القياس اللي في الجنب في الأول هنا خدمو القياس اللي بغيتو، لو بغيتو تخليو حتى كتر خليو. ندير الزيادة، بهاد الزيادة كنضرب جوج ضربات وكنفتح عوينة. غنخلي هاد العوينة ونجي لهنا الوسط هاد العوينة ونشد فيها. نعود نخلي تاني هاد العوينه ونجي لهنا، نخلي عاود تاني هادي ونخدم هاد جوج ضربات اللي كاينين هنا في الجنب ديال الكوزه صافي. نشد في التوب، ندير الزياده وننزل مع السطر كامل. في كل خيط كنضرب جوج ضربات، كنخدموا اخواتي الكوزه مشبكه، راه هادي هي الكوزه المشبكه صافي.
صافي نكمل السطر عادي. نشد هنا في الثوب، نضرب جوج ضربات بالزياده، ضروري اخواتي ما تنساوش الزياده. صافي نخلي هاد العوينه ونجي لهنا الوسط، نشد هنا نعود نخلي عوينه ونخدم هنا، نخلي عاوتاني هاد العوينه ونشد هنا، نخلي هادي ونخدم هاد جوج ضربات اللي كيبقاو هنا، نشد هنا في الثوب، ندير الزياده وننزل مع السطر. في كل خيط نضرب جوج ضربات. انا زدت قربت لكم اخواتي شويه باش يبان لكم مزيان. صراحه هاد الخدمه راه سهله وتجي زوينه. انا راه سبق ليا وحطيتها لكم على جوج اشكال، هاد الجوزه المغلفه غير هي كندرتها لكم اللون في اللون، وحده درتها سامبل وحده درتها بالعقيق. صافي اخواتي نكمل. انا هنا غندير ستة العوينات، واحد جوج ثلاثه اربعه، غنزيد نشد هنا في الثوب، ندير الزياده ونخدم هاد العوينه، نخلي هاد العوينه ونشد هنا، نخلي هاد العوينه ونشد هنا، نخلي هادي ونشد هنا، نخلي هاد العوينه ونشد هنا، وضروري اخواتي هنا نخلي هادي ونشد هنا. هنا في الجلب كيبقاو لينا غير جوج عوينات. صافي نشد في الثوب، ندير الزياده ونرجع مع السطر عادي. كل خيط نضرب جوج ضربات، ملي كنقز عوينه كنعمروها بجوج. المهم اخواتي راه بهذه الطريقه كتبقاو تخدموا القياس اللي بغيتو، زيدوا القياس اللي نتوما بغيتو اولا اللي مطلوب ليكم بنفس الطريقه. انا هنا غندير ستة العوينات، غتعطيني 12، وجوج من هنا هي 14، وجوج من هنا هي 16، يعني العرض ديال هاد الرانده بين وبين ما كبير ما صغير، غنديروا فيه غير 16 عين. غنكمل اخواتي هاد السطر اللي بقى، ندير الزياده، نخدم هاد العوينه، يعني هنا جوج ضربات، نخلي هادي ونشد هنا، نعاود نخلي هاد العوينه ونشد هنا، نخلي هادي ونشد هنا، نخلي هاد العوينه ونشد هنا، نخلي هاد العوينه ونشد هنا، وغادي بهاد الطريقه اخواتي. هنا في الجنب راه كيبقاو عندنا غير جوج عوينات. نشد في الثوب، ندير الزياده ونرجع مع السطر عادي. في كل عوينه نقزنا نعمرو جوج ضربات. الخيط ولا قصير اخواتي، غنحاول نخدم به شويه ولكن اللي تسالى غنبدلو. صافي غندير خيط اخر، نجي لفوق اخر ضربه، نضرب فوقها، نزير هاد الضربه مزيان ونجر الخيط ليه لتحت باش ما تجيش هنايا هاد البلاصه غليظه. صافي نكمل الخدمه، هاد الخيط راه غنخدم فوقه. صافي صافي دابا غير نقطعو، ملي نبغو نقطعو ضروري اخواتي نجرو. صافي نكمل، صافي دابا هذا هو القياس اللي بغيت انا هنا. نتوما لو بغيتو نفس القياس غديرو بحال هكا، بغيتو تزيدو فزيدو حتى تحدو القياس اللي بغيتو، عاد ديك الساعه قطعو. صافي دابا اخواتي هانتوما غنقلب دابا التوب بحال هكا ونقطع من هنا تقطيعه تمشي لدا حتى لعند هاد العوينه هادي، حتى لعند هاد الضربه اللي كاين هنا، ولكن ما ندورش التقطيعه لديك الجهه، نخليها غير من هنا. صافي اخواتي غادي نركب خيط
غنشب هاد التوب هذا بحال هكا، غير ملي كنبغيو نطلعو هاد التنشيبه كنثبتو الخيط هنا مزيان. صافي ونشب هاد الجهه الاخرى حتى هي وغنرجع لكم. صافي اخواتي هانتوما راني تنيت التوب، غنكملو دابا الخدمه ديالنا. غنجي لهنا نشد في هاد الجهه، هنا اخواتي في الجنب ديال الكوزه كنخليو جوج، فهاد السطر غنبداو نسدو في هاد الكوزه، غنخلي دابا ثلاثه. هنا كنحبسو الزياده ما كنبقاوش نزيدو، غنخدم ثلاثه العوينات. صافي وغنبدا دابا نفتح ثاني في هاد العوينات، ولكن دابا حنا غنبداو نسدو في الكوزه. نجي لهنا صافي كنبقى ننقز عوينه ونخدم في عوينه. هاد السطر اللي الوسط رجعونا فيه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة ديال العوينات. دابا غادي نديرو غير خمسة، نخلي هادي ونخدم هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. صافي غنخدم دابا هنايا في الجنب ديال الكوزة، واحد جوج ثلاثة أربعة. هنا أخواتي دائما هنا لتحت عندنا ثلاثة، هنا كيبقاو أربعة. هذه هي الخدمة كتجي بحال هكا، ما تقلقوش مع هاد العين اللي جاتكم زايدة. هانتوما ملي غنراجع دابا، واخا هنا عندي أربعة العوينات، ملي كنت طالعة ضربت ربعة الضربات ياك، دابا ملي غنكون نازلة غيعطوني غير ثلاثة العوينات. ها وحدة، ها جوج، ها ثلاثة. صافي ونبدا نعمر في كل عوينة نقزنا، نعمرها بجوج ضربات. صافي تنزلو مع هاد السطر عادي، نعاود نشد هنا في التوب ونرجع. دابا هنا اخواتي بقاو تحسبو هادو، كل سطر زيدو عوينه ملي تكونو تسدو، واحد جوج ثلاثه اربعه. صافي ونخلي عوينه ونخدم في عوينه. هاد السطر غيبقاو لينا غير واقيلا ثلاثه، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، لا غيبقاو لينا أربعة. السطر اللي قبل من هذا خدمنا خمسة، دابا غنخدمو أربعة. ها عوينة، ها جوج ثلاثة ها أربعة. صافي ونخدم هاد العوينات اللي كيبقاو هنا في الجنب عادي. نشد في التوب ونرجع في السطر بنفس الطريقة. صافي اخواتي نشد في التوب ونعود نرجع مع السطر. واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة، كل سطر زيد عوينة. نخلي هاد العوينة ونشد هنا. دابا غيوليو عندنا هنا غير ثلاثة. صافي ونكمل هنا اخواتي، راه قلت لكم تجي عين زايده.
ولكن ملي كنكون راجع راه كتجينا هي هذيك. صافي نشد هنا في الثوب، نرجعوا في هاد العوينات، واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة، هنا في كل خيط غنعمرو جوج، ستة ها سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اثناش تلتاش اربعتاش خمستاش ستاش. العرض ديال هاد الراوندة اخواتي 16 عين. صافي تسالى الحرير دخلته هنا في التوب، غادي نركب خيط اخر. انتم اخواتي تجينا الراوندة بحال هاكا مشبكة، صراحة غير هاكا تجي زوينة. المهم راه هادي الطريقة، عاد غنوري لكم اخواتي كيفاش نزوقوها بلون مختلف. بالنسبة للاخوات اللي جاتهم الطريقة ديال ملي كنكونو نخدمو ونغلفو صعيبة، غادي يديرو حتى هاد الطريقة ويديروها اللون في اللون، تجي حتى هي مزيانة. ندير فوق اخر ضربة، نهز هاد العوينة، نزير هاد الضربة مزيان، وفي نفس الوقت نجر هاد الخيط باش ما تجيش الضربة غليظة وما تجيش باينة. صافي نشد في التوب، غنبقى نخدم اخواتي بحال هاكا عادي حتى نكملوا هاد العوينات كلهم، نسدوهم. نخدم هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ها ستة، تنخدمو وسط هاد العوينة هادي، عمرناها بجوج ضربات، ما بين هاد جوج ضربات عندنا واحد العوينة، تنخدمو حتى لهنا ونخليو هادي ونشدو هنا الوسط عاوتاني، نخلي هادي ونشد هنا. صافي دابا نخدم هنا عادي، فهاد السطر خدمنا ثلاثة هنا جوج، كل سطر نقص عوينة. صافي هانتوما اخواتي راني رجعت مع السطر عادي، ملي كنوصل لهنا لهاد الخيوطه كنعمر بجوج ضربات، نشد هنا في التوب، نرجع في هاد العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة، كنبقى نخدم حتى كنوصل هنا الوسط، نخلي هاد العوينة ونجي هنا. صافي أخواتي هانتوما سدينا دابا هاد الكوزة، غنكمل هنا هاد العوينات اللي بقاو. هنا خدمت سبعة، هنا غنخدم تمنية، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ها تمنية. صافي أخواتي نشد هنا ونرجع، هنا ضربت تمنية ضربات غيعطوني غير سبعة العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة. شفتوا أخواتي صافي نخدم في هاد الخيط جوج ضربات، واحد ها جوج، ونكمل هاد الراندة اللي بقات هنا عادي.
صافي دابا اخواتي بنفس الطريقه، وهنا مباشره غنفتحوا وحده جديده. كنا خدمنا هنا 7، دابا غنبداو ننقصوا في هاد العوينات ونبداو نحلوا في الجوز الوسط. دابا هنا غنخدم غير 6، 1 2 3 4 5 ها 6. عندنا هنا عوينه وحده، دابا غنفتحوا جوج عوينات، نخلي هذه ونجي لهنا للوسط، نشد هنا، نعود نخلي عوينه ونشد هنا، صافي نكمل هاد العوينات اللي الفوق عادي. نشد في الثوب اخواتي ونرجع عادي بنفس الطريقه. ملي كنوصل لهنا كنضرب جوج ضربات، كل عوينه نقزنا كنعمروها بجوج، صافي ونكمل الخدمة. نشد هنا في التوب ونرجع، هاد العوينات راه كنبقاو نقصو منهم. ملي كانت هنا عندنا عوينة الوسط، هنا خدمنا 7، هنا خدمنا 6، دابا غنخدمو 5. وبالنسبة لهاد العوينات اللي كنشبكو اخواتي الوسط، كل سطر كنزيدو وحده وصافي اخواتي. غنبقاو غادي بهذه الطريقه حتى نكملوا التوق ديالنا كامل. هانتوما اخواتي هنا ضربنا 1 2 3 4 5، صافي نخلي هاد العوينه ونشد هنا، نعاود نخلي هاد العوينه ونشد هنا، نخلي هادي ونشد هنا، ونكملوا هاد السطر عادي. صافي اخواتي تنظن بلا ما نبقى نخدم غادي غير يجي الفيديو طويل، او تخدموا حتى توصلوا بحال هاد السطر هذا الوسط، 1 2 3 4 5 6، يولوا عندكم 6. صافي تبداو ثاني تجمعوا في هاد الكوزه، تبقى غادي بهاد الطريقه ضروري اخواتي تبعوا على هادي. صافي هادشي اللي كاين، غادي نخدم انا واحد شويه ونرجع نوري لكم كيفاش غادي نغلفوها. ها نتوما اخواتي راني كملت بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم، كتبقاو غادي تخدموا عادي حتى تتكملوا القياس اللي عندكم. دابا غادي ندوزوا للزواق. هاد الزواق هذا راني جربته بالحرير مبروم على 4 شعرات، جا في الصراحه احسن. ها نتوما برموا الحرير على 4 شعرات، خدموا بالبره نمره 5. غادي ندوزوا دابا للزواق، نجيو لهنا. هنا اخواتي راني ندير الالوان، بالنسبه للالوان كيبقاو اختياريين على حسب الطالب. غنجيو لتحت، من الاحسن نثبتوا الحرير لتحت باش ما يخسرش لينا الزواق. نجيو لهنا، يا اما نجيو لهنا لشي عوينه اللي غادي نخدموا فوقها ونشدوا بحال هكا، نهزوا هاد العوينه ديال الحرير. صافي ها نتوما اخواتي غنجي للعوينه الاولى. هي بصراحه هاد الزواق من اي اتجاه بديتوه كيجي مزيان بحال بحال. هانتوما نبداو مع الاخوات المبتدئات، نجيو لهنا لهاد العوينه الاولى. هانتوما خرجت الخيط من هنا، غنجي للعوينه اللي فوقها وندخل الابره ونرجع لهاد العوينه هادي بحال هكا. ونرجع ندخل الابره هنا في العوينه اللي مقابله معاها، بحال ما بين هاد العوينه وهاد العوينه اللي فوقها كنغلفوا هاد الضربه اللي بيناتهم. صافي ونرجعوا ثاني لهاد العين هادي، كنبقاو غادي بحال هكا بهاد الطريقه اخواتي. هاد السطر هذا كنغلفوه مع السطر اللي فوق منه. خرجت الخيط من هنا، ندخله هنا في العوينه اللي فوقها. صافي ونعاود نخرج الابره من هنا. سهل اخواتي هاد الزواق وتيجي زوين. الخيط خارج من هنا، غادي نغلف هاد الضربه هادي اللي ما بين هاد العين وهاد العين بحال هكا.
صافي حنا طلعنا هاد السطر هذا، غنجيو لهنا اخواتي لهاد السطر، هانتوما غلفنا هاد السطر مع هاد السطر، غنجيو دابا لهنا نبقاو غاديين. بغيتو تشوفوا هاد الاتجاه سيرو، بغيتو تجيو بحال هكا، بغيتو تجيو من هنا راه بحال بحال اخواتي، غير المهم جيو للسطر بحال هكا لهاد السطر هذا. هانتوما نخرج البره من هنا من هاد العوين هادي اللي في هاد السطر، وغنبدا نغلف ما بين هاد العين والعين اللي مقابله مع اللي تحت منها. هاد السطر كنخدموا فيه جوج مرات، خدمنا فيه من هاد الجهه وغنخدموا فيه عاوتاني من هنا. هانتوما بهاد الطريقه هادي ما بين هاد العين وهاد العين، وغنخرج من هنا من هاد العوينه. هنا غنرجع لهاد العوينات هادو، راني سبق اللي خدمت فيهم. نرجع لهنا ما بين هاد العين وهاد العين، هانتوما هاد الضربه هادي اللي ما بين هنا وهنا وما بين هنا وهنا هي اللي كنغلفو. نخرج البره من هنا من هاد العوينه ونغلف هنا ما بين هاد العين وهاد العين. الا شديت هنا راه ما كاينش العين اللي غنخدمو فيها، هنا غنشد هنا ونجي لهنا. هانتوما ما بين هنا وهنا، صافي غنجي عاوتاني لهنا لهاد العوينه ونزل هادي اللي مقابله معاها، نجي عاوتاني لهنا ونجي لهنا من هاد العين لهاد العين، هنا غنجي من هنا لهنا صافي، ونجي لهنا. ملي كنبغيو نطلعو مع هاد السطر هذا غنجي هنا باش نغلف ما بين هاد العين وهاد العين. هاد السطر كنخدمو فيه من هاد الجهه ونخدمو فيه من هاد الجهه عاوتاني. المهم اخواتي هاد السباق راه ساهله، راه غادي غير تبداو ويبان ليكم. ها وحده فهاد السطر، جوج، ها ثلاثه، اربعه، ها خمسه، صافي اخواتي هانتوما هذا هو الزواق. تيجي على هاد الشكل الصراحه راه تيجي زوين وراه ساهل، غير بداوه غادي ان شاء الله يجيكم مزيان. صافي دابا نقلبو التوب، نثبتوا هذا الخيط هنا مزيان ونقطعوه، نعقدوه وعاد نقطعوه. من الاحسن اخواتي برموا الحرير على 4 شعرات، راني جربته على 3 وجا بحال اللي خفيف ما جاش عامر. هانتوما هذا هو الزواق. غادي ندير لون اخر، غندير هذا الحرير هذا حتى هو مبروم على 4 شعرات. من الاحسن اخواتي نثبتوا الحرير لتحت، نبداو من هنا من الجن غير باش نبدله. هو راه من ما بديتو كيخرج الزواق. نهز هاد العوينه ديال الحرير، صافي نبداو من هنا. هانتوما اخواتي نجيو لهنا، غنخلي هاد العوينه اللي في القنت ونجي لهادي اللي حداها، صافي غنغلف هاد الضربه اللي ما بين هاد العين وهاد العين، ونجي للعين اللي حداها بحال هكا، ونجي لهنا. غنمشي مع هاد السطر كامل، نعاود نجي لهنا حتى نكمل هاد السطر بحال هكا، صافي ونخرج من هنا من هاد العوينه وننزل عاوتاني ما بين هاد العوينه وهاد العوينه. هاد السطر كنخدمو فيه من هاد الاتجاه ومن هاد الاتجاه، المهم كنبقاو نغلفو الضربه اللي ما بين كل عوينه وعوينه غير الوسط ديال الكوزه. ننزل مع هاد السطر عاوتاني كامل، صافي ونرجع الخيط لهنا باش ننزل عاوتاني هنا مع هاد العوينات عاوتاني في نفس هاد السطر هذا كنعاود نخدم. صافي ملي تنشد هنا غنشد هنا في هاد العوينه اللي بقات، نخرج منها عاوتاني الخيط ونبدا نازل عاوتاني مع السطر الاخر بهذه الطريقه اخواتي. صراحة هاد السواق راه ساهل وتيجي زوين. صافي نخرج من هاد العوينة هادي، لا ماشي من هنا اخواتي، غنجي لهنا
ونزل لهاد العوينه اللي مقابله معاه. كون جيت لهنا راه ما نلقاش العوينه اللي مقابله معاها فاش نخدم، في حالتي الا خطاته الا خرجته هنا راه ما كاينش العوينه، ضروري خاصكم تخرجوا البرا من العوينه اللي عندها العوينه لتحت اللي مقابله معاها باش تغلفوا هاد الضربه اللي ما بين هاد العين وهاد العين بهذه الطريقه. صافي نجي هنا صافي كنبقاو غاديين هاكا حتى كنكملوا. ها نتوما اخواتي حتى هاد اللون الصراحه جا زوين. صافي غادي نثبت الحرير تحت ونقطعو. صافي اخواتي انا كملت هاد الزواق، ها نتوما هادو هما الالوان. بالنسبه للالوان كيبقاو اختيارين، بغيتو تزوقوا بثلاثه هاكا زوقوا، بغيتو تزوقوا غير بجوج زوقوا. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، هذه هي الكوزه المغلفه بلون مختلف بالنسبه للاخوات اللي طلبوها. انا كندرتها معكم في الاول مغلفه اللون في اللون، حنا كنخدموا حنا كنغلفوا، ولكن الاخوات بغاوها بحال هكا حتى نخدموا عاد نغلفوا. حتى هاد الطريقه اخواتي راه تجي سهله وتجي زوينه، هذه غير 16 عين والصراحه جا هكا ثق خفيف سامبل وسهل في الخدمه. صافي اخواتي نتمنى الفيديو يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح هنا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اخواتي ضغطوا على زر الاعجاب، اللي ما مشاركاش تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وبارطاجيو اخواتي الفيديو باش يوصل للاخوات اللي باغيه تتعلموا. وشكرا لكم، السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.